بدأ؟ طيب شوف هذه اللفة، هذا الرأس، هذا الركبة صح؟ نعم. أنت قاعد تكلم عن اللفة، أنت قاعد تكلم عن الدورة صح؟ اللفة. اللفة كاملة. عشان نشرحها طبعًا متقودة بس كاسي شرح سريع بالمقود أتوقع حركة حلوة. هذه ركبة الفرس متوقف فيها. نعم. اللفة الكاملة المقصد فيها أن هذه الركبة بتروح وين؟ صار. لاحظ المقود السوى لما قبل راح يسار. شوف فيه مش عجبه. مرة ثانية. يوخر. يعني الفكرة أنك لما تجيب الركبة أنت تبغى لا توخر عنك. اي نعم. فانا كل ما بس جبت برقبة الحصان سحبت زي ما احط رجلي على رجل الحصان صار مؤخر عليه واخذ لقطات. طيب فالحاله دي انت تقول لما جيت الفها صارت لف قبلي اللي قلت لك اياها اول يوم اللي هي صارت انا لما اكون يسارها وهي يميني وابغى الفها يسار ايش تسوي؟ تجيب رقبتها قدامي تسبقني في اللفه تسبقي تصير هي برقبتها يميني يعني انك انت لاحظت شو حكي ابو انا ماسكها انا ماسكها كذا هي ايش سوت؟ راحت لفت قبلي صارت رقبتها عندي موجهه. لا طبعا هذا ايجابي انك تحترمي بس انت ما تبغى ان بكره لو خافت من شيء معين تقعد كذا طاقه زياده. انا في وضعي ما ابغى تكون معي. وضعك الان ايجابي، ليش ايجابي؟ لانك ذكرت انك تخففها الان. طب ليش قلت لي اول مره انه كان عيب؟ كنا نحاول نقضي عليه لانه كان عيب ذاك الوقت. كنت تحاول تستغل الاسقاط وتطيحك. صح. فالمقصد انك تحاول توازن بينها، بس اللي يصير انك وضعك حاليا بعيد عن الدقه الوضعيات فيه. يعني مثلا لما اجي الف ما جي الفها لفه كم اصلا عندك متى فرصه فيها مهاريه شو اسوي؟ الفها وانا اصلا من ما تعطيها فرصه تسبقني اكون عندك طاقه يعني امسكها بقول كذا واروح نص الجسم عشان اشرحها بس ثم الفها ما يمديها تسبقني اصلا بعيد عنها فبعيدا عن الدقه اختار وضعيه معينه مناسبه لجسمي تصعب عليها انها تسبقني زي يوم قلنا موضوعنا بطيئه تعيد لف تفحى شو سوينا؟ بعدنا قبل لحقتني صح صح بعد الحق ثم اضيق فانت تحاول توازن كويس النقطة الثالثة موضوع الخوف.